من موقع مصراوي نقرأ: مصر لطيران تسير 31 رحلة دولية تقل 3500 راكب. قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير اليوم الأحد رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.